جبر الخواطر ميزة لا يمتلكها كل إنسان. جبر الخواطر عبادة لا يتقنها إلا قلب مليء بالحنان. مواساة مكسور، إطعام جائع، مسح دمعة يتيم، تسلية مهموم، الرفق بحيوان، مساعدة مسن، زيارة مريض، كلمة طيبة. فجبر الخواطر يرمم القلوب المنكسرة وينير القلوب المظلمة ويعيد الحياة لنفوس فقدت الأمل. فنحن بجبر الخواطر نحيا عندما تضيق بنا الدنيا. هنيئاً لكل جابر خاطر، لن ينساك الله عند كسرتك ويأسك ووحدتك، فكما ساندت عبداً سيكون الله سندك. ألك أحن من الله عليك؟